مرحبا برج الجدي، أهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب موجودة عندك في برج الجدي، ولكن عزيزي المتابع أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. هاي القراءة عامة مو قراءة عاطفية، بما معناه أغلب الجوانب اللي راح نتناولها تخص الأموال، الأعمال، أوكي، المشاريع، الصحة، الجوانب العامة من الحياة. وبشكل سريع بنشوف الجانب العاطفي قبل ما ابتدي بخلط الاوراق. كرتك انت، كرت الشيطان هو موجود تحت اسفل الكرتات يا برج الجدي، يعني معناته راح يكون في موطن قوتك، اوكي، راح يكون نوعا ما سهل عليك، مريح، مألوف، مو صعب، ما يمثل تحدي كبير او تحدي اكبر مما تستطيع ان تتحمله. عكس مثلا اتوقع كان برج العذراء اللي شوية، العذراء أو القوس، واحد منهم اللي كان شوية الشهر هذا راح يكون ثقيل عليه. خلنا نشوف أول جانب، جانب الأموال. كارت برج السرطان العربة، أوكي، راح يكون في الكثير من التقدم في جانب الأموال عندك خلال هذا الشهر. إنزين، سيطرتك على بعض المصاريف اللي ما لها داعي، تحكمك بالرغبات، ان ترغب مثلا في شراء الشيء الفلاني، ترغب في اقتناء السيارة الفلانية. هني تحكمك في رغباتك هي اللي راح تساهم في الشهر فيه الكثير من الرخاء، الكثير من الرخاء. الشيء الوحيد اللي ممكن يخرج عن السيطرة هو التسوق اللا ارادي مثلا، او ان انت تركض وراء رغباتك. لازم يكون عندك سيطرة، لان تشوف هنا ان راح تأتي خلال هاي الشهر راح يكون في تقدم من الناحية المالية، راح تخف عندك شوية مصاريف، اوكي، فيزيد دخلك. فبهاي الطريقة اذا انت عوضت المصاريف بمصاريف ما راح تحرز تقدم. لما تخف عندنا المصاريف الاموال اللي تزيد نستخدمها في طريقة تهيب لنا اموال اكثر، تهيب لنا عائد. إذا ما لقينا طريقة نسخر فيها الأموال، أسهل وأسرع حل إن نخليها في حساب التوفير. أوكي، خلينا نشوف جانب الوظيفة. هذا الكرت طار، كرت العاشقين. راح تكون في المكان اللي تحبه أو في وظيفتك الحالية، لأن هذا إحنا نتكلم عن الأشخاص اللي أوردي عندهم وظيفة. في مكان الوظيفة راح يكون تتعامل مع شخص جدا مقرب إليك، أو تتقرب من شخص، مو شرط عاطفيا، هذا كرت برج الجوزاء العاشقين، بس مو شرط، ممكن يكون صديق مقرب لك، أوكي، راح تحصل على فرصة إن أنت تعمل مع شخص مألوف، شخص تحبه، مدير تحبه، أوكي، مديرك راح يكون ألطف معاك الفترة القادمة. هاي نوع من الطاقة، راح تكون جدا مرتاح في وظيفتك إن شاء الله في الفترة القادمة، ما راح يكون في أي ضوضاء أو شوشرة. خلينا نشوف المشاريع. اللي منكم عندهم مشاريع او يفكرون فيه ان يفتحون مشروع، هذا الوقت جدا مناسب ان انت تبتدي تخطط وتنفذ نيتك في المشاريع. لان شوف عندنا تحت 9 الخماسيات، هذا كرت الاميرة العزباء دائما اسميه. انزين، ما في وقت افضل من شهر جدا مناسب ان انت تبتدي تحط البنية التحتية حق مشروع الاحلام. تبتدي على الأقل توفر، قلت لك تبتدي تكون على الطريق الصحيح لحلمك. زين، تبتدينا من الأموال أو تبتدي في التنفيذ. حتى في التنفيذ راح يكون في الطاقة جدا متوفرة وتتعاون معاك خلال هاي الشهر. أي شيء تبي تحط يدك فيه بتشوف إنه بسرعة تقدر تقوم المشروع. إذا كنت مثلا داخل في البناء أو في أشياء تخص المقاولات أو حتى أي نوع من المشاريع، هني بسرعة بيقوم الشيء. اوكي، خلنا نشوف الدراسة. اوكي، ذا هايروفانت، هذا العميد، هذا كارت برج الثور، اوكي، هذا المأذون. ولكن احس كهني ان انت خلال هذا الشهر راح تكون من الإليت، من نخبة الطلبة. راح يكون عندك فرصة ان انت تدخل على رئيس الجامعة، رئيس المدرسة، العميد، الرئيس هني، اوكي،
باقتراح أو بمشروع جديد. راح يكون عندك فرصة خلال هذا الشهر أن أنت تبرز للأشخاص المهمين واللي يقدرون يساهمون في مشوارك الدراسي. راح ينتبهون لك، إنزين راح يلتفتون لك، راح يكون عندك تقريبا 5 دقائق توضح مخططاتك أو المقترحات اللي عندك. فأحرص أن هاي 5 دقائق، الوقت القصير اللي راح يسمعونك فيه، تعرض عليهم أفضل ما عندك. إنزين ما تتكلم في أشياء عشوائية، خل كلامك منمق، كلامك رسمي، كلامك فيه نوع من حاط أمامك هدف معين، أوكي؟ لأن هذا هني أشوف كأنما راح يكون عندك اجتماع مع العميد أو حتى مدير المدرسة في محاولة إقناعك، تحاول تقنع بشيء معين، وراح يكون عندك فرصة أن تقنعه، فاستغل الفرصة جيدا. ممكن أيضا راح تنضم إلى مجموعة فيها من نخبة الطلاب، وهاي المجموعة تستطيع أن توصلك إلى مكتب العميد، مكتب الشخص المسؤول عن القرارات بخصوص دراستك. هذا النوع. خلنا نشوف الباحثين عن عمل من برج الجدي، كرتين ولكن أحسهم ينطبقون. 10 الخماسيات. هاي الطاقة تقول لك بحثك عن العمل لازم تسويه من منطلق الرغبة مو من منطلق الحاجة. يعني ما تقول أنا أبحث عن عمل سوري لأني محتاج، لأن إذا ما حصلت عمل راح تتكركب أمور المادية. أبدا، نفس الرغبة نفس الاتجاه ولكن منطلق مالك، تروح ورا الشيء لأن عندك رغبة أن تستقل ماديا، أوكي؟ عندك رغبة أن أنت تبتدي تبني لنفسك. يختلف ترى، نفس الهدف، الهدف واحد ولكن طريقة ذهابك إليه، طريقة تفكيرك فيه. إذا فكرت في الحاجة إلى عمل، الشيء بتشوفه يتأخر عنك يتعسر عليك. إذا فكرت أن أنت ترغب في العمل، لأن عندك طاقة، عندك إبداع، عندك شيء راح تجلبه لهاي المكان، الشيء تشوفه يجيك أسرع. هاي النصيحة. وراح الكوب الأول عروض، هني كأنما يقول كل إناء بما فيه ينضح. إذا أنت طاقتك فيها الكثير من التفاؤل، إنزين الكثير من الحماس، حتى هني في دخولك إلى مكان الدراسة، الحماس، التفاؤل، التركيز، مو التشاؤم، عكس طاقة التشاؤم. تطلع من طاقة التشاؤم وطاقة التفكير المحدود وتبتدي تشوف الفرص اللي أمامك وتأخذ أي فرصة أمامك. هني يقول لك في مكان العمل عشان على الأقل في البداية تثبت نفسك. مو ضرر أن أول عمل نحصل عليه يكون بالضبط مفصل حسب رغبتنا، ولكن يكون عمل نشغل فيه وقتنا، نرتب فيه أوضاعنا المادية لحد ما الحلم، وظيفة الأحلام تقدم نفسها لنا أو نحصل عليها، أوكي؟ نحتاج نوع من المرونة في هاي الجانب. خلنا نشوف هني الحياة العاطفية بشكل عام، سواء كنتم مرتبطين أو منفصلين خلال هذا الشهر، شلون راح يكون توافقكم مع الشريك؟ راح يكون في كرتين مال برج الحوت طلعوا، القمر والعالمة. راح يكون في الكثير من الغموض، يعني نفس الطاقة. هذا الشهر بيكون شهر مليء بطاقة المرايا لك أنت، يعني دخلت المكان بتشاؤم راح تحصل رفض، دخلت المكان بتفاؤل وبانفتاح وبحماس راح تحصل موافقة، راح تحصل عرض، راح تحصل اللي في بالك. هذا هو مختصر هالشهر لك. حتى في الحياة العاطفية أنت عندك أول كرت طلع، هذا أحس طاقتك أنت، كرت برج الحوت. إنزين الكثير من الغموض، أنت شاك في نوايا شريكك، وشريكك ايضا مش واثق شلون لازم يتحرك اتجاهك. ما راح يكون في الكبير ما راح يكون في خطوات كبيرة من شريكك تجاهك خلال هذا الشهر، عشان اكون واضحة، ولكن دائم التفكير فيك. هذا الشخص انت تقدر تحس فيه طاقة الماء، نتواصل مع بعض حتى بالحلم بدون ما نكون جسديا مع بعض، ولكن انا عارف انه يفكر فيني وانا افكر فيه. ولكن حاليا في شيء not clicking، في شيء ما قاعد يشبك بينكم، مسبب نوع من التخوف، وهو متخوف هني ما قاعد ياخذ اي خطوة جديدة، وانت
تنتظر أو تفكر إن مثلا هو ما يبيك أو هو ناسيك. هذا الشخص أبدا مو ناسيك. بالنسبة للعزاب، أعزائي العزاب، انتظروني في قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك اللي بسويها بعد هالقراءة. خلينا نشوف الصحة. ثمانية السيوف. أوكي. هني أحسك راح تكون في أخبار أو نتائج فحوصات أنت ما توقعتها تكون بهذا الشكل. مثلا تلاقي أن عندك ارتفاع في السكر، انخفاض في ضغط الدم، بس أحسه هني انخفاض أكثر من أنه ارتفاع. عندك شيء نازل، يمكن أهملت بسبب انشغالك، أهملت شوية صحتك، فصار عندك نزول في فيتامين معين، نزول في مناعتك تهبط، أوكي، نزول في كثير الانشغال، تهتم بالروتين، فما صار عندك وقت. راح تعاني إذا عانيت. طبعا هاي رسالة مو للكل، هاي من اللي يعانون من أعراض تعب أو إرهاق وبعدين يسوون فحوصات ويقول لهم الدكتور ترى عندكم انخفاض في شيء معين، انخفاض حتى في كريات الدم ممكن. انزين، فكونوا منتبهين على روحكم خلال هالشهر. خلينا نشوف الأمور القانونية واللي عنده أي قضية متوقفة في المحكمة. خمسة الأكواب. في طرف هني، سواء أنت سواء الخصم، يحاولون أن يكون مو فقط في تسوية، يكون في صلح. في طرف في هاي القضية يبي يصلح بينك وبين الخصم، ولكن جدا راح يكون خلال هالشهر حزين، لأنه ما حس إنه راح يتم الصلح. إذا كنت أوردي في خضم إجراءات الطلاق، فأحس إن الطلاق راح يتم. أوكي، راح يتم الشيء للأسف قبل ما يكون عندكم فرصة إن تتكلمون، تتفاهمون، تتناقشون. ما أدري هل القضية اللي عندكم في المحكمة المستعجلة، أحس إن الشيء بصير بدون ما تدركونه، حتى إن ترى خلاص تم الحكم في القضية والحكم طلع كذا كذا، ما صار عندك فرصة تتكلم مع هاي الطرف، تتفاهم معه. الأمور شوي خرجت عن السيطرة وراح تخرج عن السيطرة. خلنا نشوف الحين برج الجدي بشكل عام. خلال هذا الشهر طاقتك متماسكة، طاقتك قوية، طاقتك ثابتة مثل طبيعتك الترابية. شهر جدا أحسه شهر مألوف لديك، أنت قادر أن تخوض هذا الشهر وتخرج منه متفوق. إنزين، عكس ما أدري أحد الأبراج اللي سويت لها القراءة، كان أتوقع القوس أو الميزان، المهم قراءة سبقت قراءتكم، الكرتات كانت دائما تطيح من يدي، في المتابعين يعصبون أن ليش أنا ما أركز وليش الكرتات تطيح من يدي. الناس الفاهمين منكم يعرفون أن أنا لما أستقطب الطاقة، هذه طاقة البرج، لما تطيح الكرتات من يدي معناتها في أمور راح تصير ملخبطة خلال هالشهر لهذاك البرج. أنتوا ما صار هالشيء، أنتوا بسرعة الأوراق طلعت، وطلعت اثنين الزواجي أغلب الوقت، طلعت اثنين مع بعض، أوكي، وطلعت عندكم طاقة المرايا. أنا ما يخصني، أنا ما أتحكم في الطاقة، الطاقة تهيني مثل ما تهيني. أوقات في برج أيضا خلط له الأوراق وما كان بسرعة يطلع لهم الجواب، هذا ما يخص طريقة عالية في الخلط وطريقة عالية في سحب الأوراق، يخص طاقة البرج نفسها. خلينا نشوف شنو راح يكون طاقة التحدي لك أنت، الطاقة اللي تحاول أن تتحداك أو تستفزك خلال هذا الشهر. أوكي، خلينا نشوف الكرت. Queen of my world. أوكي، حتى طاقة التحدي اللي عندك يا برج الجدي هذا الشهر مو طاقة التحدي اللي انت ما تقدر عليها. احس هني ان في شخص راح، شخص غير ناضج، اقل منك سنا، اقل منك خبرة، اقل منك عمرا حتى، زين، يحاول انه يظهر نفسه، يمكن في مكان العمل، في مكان العائلة، يظهر نفسه انه هو يفهم افضل منك
وان انت غلط، ولكن هذا الكرت اسمه كوين اوف ماي وورد، ملكة عالمي الخاص. اوكي، هذا الشخص راح يحاول انه مثلا نفرض انه هو سيناريو عائلي، انت خذ الطاقة وغيره في السيناريو. نفرض انه سيناريو عائلي مثلا اخ اصغر لك، اخت صغرى لك، تحاول انه تمسك زمام الامور وتقول في اليوم الفلاني، بدل ما احنا متعودين ان برج الجدي هو مثلا اللي يشتري الاكل، هو اللي يختار المطعم، انا اللي راح اختار طاقة اللي راح اي واخر من عند برج الجدي. برج الجدي اشوفك في البداية ما راح تعاند، راح تخلي الموضوع يمشي، ولكن هذا الشخص راح يفشل ان يستبدل خياراتك، راح يفشل امام الناس، امام العائلة، امام الشريك. زين، يبي يطلع نفسه، صح، يبي يطلع نفسه هو الفاهم. لو كان مثلا اختيار مطعم او اكل راح يفشل في الاختيار، لو كان هو مثلا عرض انه يطبخ راح يفشل في الطبخة. اوكي، شخص يسوي نفسه فاهم ابدا، حتى ما يمثل لك تحدي هالشهر، ما اعتبره تحدي. خلينا نشوف الطاقة اللي راح تكون حليفتك بشهر سبتمبر. هذا الطاقة اللي راح تعاونك. اوكي، هذا الكرت انقلب. Queen of the Light، ملكة النور. Illumination, Enlightenment, Celebration. برج الجدي مو من الأبراج اللي بسرعة يقدر، هو ما عنده طاقة الماء، طاقة الأبراج المائية هم اللي بسرعة يقدرون يحسون بالشيء قبل ما يصير، عندهم إحساس، حساسين. إنزين، ولكن هذا الشهر أنت راح تأخذ هاي النوع من الطاقة، راح يكون عندك رؤية جدا غريبة عجيبة، مثل إحنا نقول السايكيك أو الشخص الروحاني. فخلال هالشهر أنت لازم تثق في حدسك، لأن حدسك راح يكون صحيح على الطريق، على صواب. أوكي، يرشدك إلى الطريقة الأفضل للتعامل مع أي شخص، مع أي موقف. حدسك، حدسك معتمدك على أي شخص ثاني، حدسك راح يكون في موضع قوة. خلنا نشوف الحين المفاجأة. ثلاثة الأكواب، راح يكون عندكم راح يكون في خطبة مفاجأة لأحد الأشخاص العزيزين عليك، ممكن حتى لك أنت. إنزين، بس هني أحس إن الشخص اللي راح ينخطب أو يرتبط بسرعة هو شخص صغير في السن، واحتمال إنه في نهاية المرحلة الثانوية أو بداية المرحلة الجامعية، شخص صغير في السن ما يتوقع للارتباط. إذا هالمواصفات تنطبق عليك، فاحتمال إن أنت اللي تأتيك خطبة سريعة عن طريق الأهل، أشوفها خطبة أهل أو يمكن حتى خطبة حب عشق. أوكي، بس حق شخص قريب، قريب منك، صغير في السن، ممكن تكون عزيزي برج الجدي. هذه كانت